وقال تعالي الرسول الكريم، أتعني الصديق، أتعني عمر، أتعني الرجال الأمات الضلال، وأحيوا بهدي الكتاب البشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بفضل الله تعالى أذكرك نئي أكي مذكرك نئي أكي مادوك سلسل شروع. إذن سيرتك متعلق، سيرت نغيري متعلق. يا تيجي كيس ناوديت السيرة النبوية. السيرة النبوية يسيس ماد إن شاء الله يا مذكرة بارو. يتنزاشي أمومي التعارف سيرة متعلق. نكي يا إشوا يبرن سيرة زانان شيء واقعات وغيرة. واقعات وغيرة بارو نسكي. البتاق عمومی تعارف سیرت منز کم ہز کیا خدمات چھ اور امک اصول وغیرہ ان چیز کر انشاءاللہ مطالعہ اولا اس یسو گوڑ زان اس لفظ سیرہ چھ یہ معنی کیا گو لغتا بے اصطلاح لغوی طور سیرت معنی اور اصطلاحی طور سیرت معنی إذا لفظ شيء سيرة، إذا عربية مز، يسمى كروت شيء بيشان، سارة يسيرو سيران، سارة هو فعل ماضي، سين ألف راء، يسيرو هو فعل مضارع، أو سيران يا مسيران يا وقت سيران، يمكن أميك اسمه مصدر. وصار يسير سيرا صار في فعل ماضي يسير في مضارع أو سيرا شامك مصدر أنك جمعش السير السير شامك جمع وبنية دي طور يسأل كيس مادة سندر حروف كي تمشي سين يا ترا امیک معنی کیا گو امیک معنی گئی چال تو چیز ونن عربی اسمان حسن سیرہ حسن سیرہ نیش کیا چیز مراد نیوان رت چال اچھی چال چلن ابن منظور انسان چی معروف کتاب لگتا سکت تاکی جناب لسان العرب لسان العرب يمشي لك لسان العرب بس مثلا السيار يشو عرف ما راح تشو كان ما سر لي كتير بكون تورني في زمان كجير بس كان ما سر إذا بس سيرة يعني سيرة تون يشو مصاحبة كذا ما نسمع استعمال دمو مصاحبة ميم سين ألف يا تي يعني ديستانس القاموس المحيط يكمس كتاب شي علامة مجددين فيروز آبادي سنس يمشي معنا سيرة معنا السيرة بالكسر السيرة بالكسر يعني سين شكيا زير معنى كيا قدامي السنة الطريقة الحيئة والمسيرة لسيرة
يعني سيما سيزيان أمير معنا جو سنة يا طريق يا هيئة يا مسيرة مسافات يعني ديستانس إيمان معنا هن منسوق مزي سيرة استعمال لويس معلوف لويس لويس معلوف أبسط شيء كتاب عربي اللغة تسبر أثناء المنجد في اللغة المنجد في اللغة تي يوم جاء أتمنى الله كسيرة تجوزها هذا كرمتن دكتور السيرة اسم من سارة شنو تانتي أن فعل ماضي كشو سارة يسير تبي معنى كيغو السنة والطريقة والمذهب والهيئة السيرة صار يسير صار شمازي يسير جزء مزارع يعني يعطيك اسم يعني معنى جو سنة طريق مذهب مذهب تحيات يليس مانانج عربي اسمه سيرة الرجل سيرة الرجل أمين مانا كيبو صحيفة أعماله وكيفية سلوكه بين الناس بين الناس يعني كونش شخص سندي سيرته مطلب جو صحيفة أعماله تمي شخص سن سواني حياة يعني بيوغرافي و وكيفيته سلوكه بين الناس اور لکن سے تہند برتاؤ انداز اس شخص کی سوانح حیات اور لوگوں کے ساتھ اس کے برتاؤ کا انداز یوکال ون شیمن کیا شیوا من یعنی عرب لفظ استعمال کرن کیا ییٚلہِ تِم وَنان چھِنا ہوا حُسنُ سیٖرا ہوا حُسنُ سیٖرا ہوا حُسنُ سیٖرا سُہ ہسا چھُ رُت سیٖرت وول تَمہِ مطلب کیاہ گوٚو من تابت من تابتہِ سریٖرتہِ حمدت سيرتي حمدت سيرتي من تعبت سريرتي حمدت سيرتي لكو يعني يمسون بوتين باقاشي تمسين دي كرداشي كاجة تاريخ جس کا باتين باقيدة هو من تعبت سريرة يمسون بوتين باقاشي اس کا کردار قابل ستائش ہوتا ہے حمدت سیرت لکھو
یہ لفظ چھُ قرآنِ مجیدن تہِ استعمال کوٚرمُت. جیسے کُل سیٖروٗ فی الارض، تُہۍ پھیٖرِو زٔمیٖنَس، ثُمَّ انظُرُوا کیف کان عاقبۃُ المکذبین، پَتہٕ وٕچھو کیاہ اَنجام کوٚر اللہ تعالیٰ ہن تِمن سۭتۍ یِم زَن جُٹلاوَن وٲلۍ ٲسۍ. گوٚو اَتٮ۪ن یُس یہِ لفظ سیارا چھُ استعمال گوٚمُت کُل سیٖروٗ، اَمہِ مطلب کیاہ گوٚو؟ پھیرُن تھور، اکھ مانا ووٚن نہ اَسہِ پھیرُن تھورُن. عربی لُغت یۄس چھِ مصباح اللغات، یہِ چھِ کِتاب عربی لُغتس پٮ۪ٹھ مصباح اللغات، أمۍ چھِ سیٖرتس 10 معنی لیٖکھمٕتۍ. کۭتیاہ؟ 10 معنی. نمبر اکھ لیٖکھِو تُہۍ مصباح اللغات، اتھ منٛز چھِ سیٖرت لفظس 10 معنی، یعنی یِمن 10 معنن خٲطرٕ چھُ گوٚمُت یہِ استعمال. کِتاب کیٛاہ چھُ ناو؟ مصباح اللغات. نمبر اکھ جانا، روانہ ہونا یا چلنا، جانا روانہ ہونا یا چلنا. نمبر زٕ روش، ریواو شیٖن طریٖقہ، کامہ طریٖقہ. نمبر ترٛےٚ شکلہٕ صوٗرت، شکلہٕ صوٗرت. نمبر ژور حیات، حیات. نمبر پانٛژھ حالت. نمبر شےٚ کِردار. سَتھ سُنت. نمبر ٲٹھ طرز زندگی. نمبر نو عادت. اور نمبر دہ کہانی، یعنی پرانے لوگوں کے قصے و واقعات، کہانی. قرآنس منٛز چھُ امہِ لفظُک آمُت تذکرٕ. اکھ یُس اَسہِ اَمہِ برونٛٹھ وَنہِ نہ آیتِ بینہ، سنعیدھا سیرتھا الاولى، اَتٮ۪ن چھِ کَتھ معنیس منٛز یہِ؟ حیت کِس معنیس منٛز. نمبر زٕ قُل سیٖروٗ فی الارض ثُمَّ انظُرُوا کیف کان عاقبۃُ المکذبین، تُہۍ پھیٖرِو زٔمیٖنَس پَتہٕ وٕچھو یِمو زَن جُٹلو، یِمو زَن یہِ سون دیٖن اَپُز دوٚن، تِمن سۭتۍ کُس معاملہٕ کوٚر اللہ تعالیٰ ہن. یۄس یہِ آیتِ بینہ چھِ اَتھ ہیٚکِو تُہۍ حوالہٕ سورت الانعام آیت نمبر 10، یعنی یہِ لفظ کَتہِ کَتہِ چھُ قرآنَس منٛز گوٚمُت استعمال. سورت الانعام آیت نمبر 10. بیٚیہِ چھُ گوٚمُت یہِ استعمال وَتَسیٖرُ الجِبَالُ سَیْرًا، یہِ چھِ سورہ طور آیت نمبر 10، اور پہاڑ حظ ہِلن پَنٕنہِ جایہِ. وَتَسیٖرُ الجِبَالُ سَیْرًا، اَسہِ چھُنہ ہِلُک معنی تہِ چھُ اَتھ منٛز. یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ اللہ تعالیٰ فرماوان سورت القصصس منٛز آیت نمبر 29، فلما قضا موسى لأجل، ییٚلہِ موسا علیہ السلامن سۄ مُدت گُزٲر کَتہِ؟ مدینس منٛز. وسار بی اہلی، اَہن حظ لفظ سار بی اہلی، پتہٕ درٛاو سُہ پنُن عیال ہیٚتھ، آنسا میٲنۍ جانی بی توٗرِ نارا، تٔمۍ وٕچھ توٗرِ کہِ سایڈٕ نار دِژن. سُہ مشہوٗر واقع. یہِ چھُ سورت القصص امِچ آیت نمبر 29. تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھِ لُگ اَتن سیٖرتُک یہِ مفہوٗم، تہٕ اِنشاء اللہ آیندٕ وٕچھو أسۍ پَتہٕ سیٖرتُک اِصطلٲحی مفہوٗم. سُبحانک اللہم وبحمدک، استغفرک و اتوب الیک.